كل يوم بنكون معاكم مسنودين على حكايات الناس، هم اللي بيدونا طاقة النجاح، هم البوصلة اللي بتقودنا. الناس هي اللي بتحدد اللي بنقدمه، الأخبار، الموضوعات، بنقول لهم على حقوقهم وبنساندهم في بحثهم عن لقمة العيش. المواطن هو البطل اللي صوته طالع من شاشتنا وبيسمعه الجميع. تحل اليوم ذكرى ميلاد الإعلامي الكبير الراحل وائل الإبراشي، الذي يعد أحد أهم الإعلاميين في الوطن العربي، وقدم مشواراً طويلاً حافلاً بالتغطيات الخاصة للأحداث السياسية والاقتصادية، كما أنه سجل باسمه أكثر من سبق صحفي. أنت اللي بتختار إما أن تكون بطلاً أو خائناً، ناجحاً أو فاشلاً، نقياً أو فاسداً. تمكن وائل الإبراشي على مدار سنوات عمله من أن يصبح أحد أهم مقدمي البرامج الحوارية، حيث أجرى مئات الحوارات مع عدد كبير من المسؤولين ونجوم الفن والرياضة. ولد وائل الإبراشي في 26 من أكتوبر عام 1963 في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وعمل صحفياً بجريدة روز اليوسف، بعدها بجريدة صوت الأمة، حتى أصبح رئيس تحريرها.